أهلا بكم مشاهدينا. القضاء يصوب العملية السياسية ويحفز المتخاصمين للاستحقاقات الدستورية، ميزان العدالة يرجح كفة الدستور، في وقت يقابل الإطار التنسيقي دعوات حل البرلمان بخطوات تشكيل الحكومة واستمرار الحوار. لكن الثابت هو أن القضاء العراقي يحظى باستقلالية تامة، وعلى القوى السياسية أن تحافظ على ذلك ولا تزج به في أزمات وخلافات سياسية. وهنا نؤكد أن المحكمة الاتحادية طالما كانت لها قرارات حاسمة وفي مناسبات عدة ساهمت في عدم رفع العراقيين أو دفعهم نحو هاوية الاقتتال، الحل الأمثل الآن وفي حال اتفقت القوى السياسية على إجراء انتخابات مبكرة هو المضي بتشكيل حكومة قوية تأخذ على عاتقها توفير التمهيد لإجراء تلك الانتخابات وفق توقيتات زمنية، وسط تحذيرات طبعا من استمرار حكومة الكاظمي في السلطة وبقاء الوضع السياسي الراهن الذي قد يمهد لأزمة خانقة لا يحمد عقباها. نتابع هذا التقرير. بعد أشهر من انغلاق سياسي جمد المضي بخطوات تسمية ما تبقى من الرئاسات، تعود المفاوضات من جديد، وهذه المرة من رئيس تحالف الفتح الذي بحث عن حلول في جبال كردستان بعد اجتماعات تشاورية مع الأقطاب السنية، وناقش مستجدات الأزمة الراهنة وصياغة مبادرة جديدة تكون على قدر هذا التحدي القائم والتصلب في المواقف. الترقب لمبادرة تنهي صفحة التصعيد وتكتب السطر الجديد لمرحلة جديدة مشروطة بمدى تفاهم الأقطاب السياسية بالجلوس إلى طاولة واحدة واستحصال الإجماع الوطني. وربما أولى هذه المؤشرات صدرت من أحزاب الشمال التي ثملت مساعى العامري لتطويق الأزمة وألمحت بانفراجة قريبة. يجري هذا الحراك في وقت تقدمت فيه الهيئة السياسية للتيار الصدري بدعوى لدى المحكمة الاتحادية تطلب فيها حل البرلمان، وبالتزامن مع تحشيد السيد الصدر أتباعه للخروج بمظاهرة مليونية يطلب فيها الدعم لمشواره الإصلاحي ومؤازرة هذه الجموع المرتقب تجمعها يوم السبت المقبل، وتوجهها بعد ذلك لمساندة المعتصمين المحتشدين عند محيط البرلمان. وبين ركام الخلاف السياسي وحوارات الفرصة الأخيرة والنداء الأخير، جاء قرار مجلس القضاء الذي أعاد الكرة إلى ملعبها بما يتعلق باتباع الآليات الدستورية وكبح جماح السقوف العالية التي تتخطى أطرها القانونية ليبقي المشهد مفتوحا على الحوار الجدي أو الخلاف الضدي، وثاني هذين الخيارين حتما سيصل بالبلاد والعباد نحو أمر مجهول لكنه معلوم العواقب. علي حبيب، الأيام الفضائية. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة، وتعرف على ضيوفي فيها أستاذ حيدر حميد الباحث في الشأن السياسي. مرحبا بك أستاذ حيدر. أيضا أستاذ يونس الكعبي نائب رئيس مركز القمة للدراسات. حياكم الله وحيا الضيف الكريم ومشاهديكم الكرام. أنا بك حياك الله. أبدأ معك أستاذ يونس. يعني قبل ساعات وزير الصدر عبر حسابه غرد بأنه يحذر من حرب أهلية، طبعا وفق يعني معطيات لدى التيار بأنه ربما التظاهرات ستشكل أو ستنتج حرب أهلية. مباشرة بعدها بساعات الصدر يؤجل تظاهرة السبت إلى إشعار آخر، معللا ذلك كي أفشل مخططاتهم الخبيثة، لكن لم يعني صراحة يشر إلى الجهة المقابلة أو من المقصودين. هذه التطورات ماذا تعني ونحن بانتظار يوم السبت بتظاهرة مليونية أعلنها الصدر؟ نعم، كل الترحيب بك وبالضيف الكريم والمشاهدين، وشكرا على الاستضافة. الحقيقة يعني تظاهرة السبت يعني هي أصلا كانت مؤجلة من يوم الجمعة، كانت مقرر حجلت إلى السبت، ويبدو أن هناك يعني من يريد أن يلعب وراء الكواليس يستغل هذه التظاهرة لأمور أعتقد يعني أحيط بها السيد الصدر علما. يعني كان بعض التقارير تشير إلى حدوث أعمال شغب أو أعمال تخريب مقصودة يعني يراد بها الفتنة، ونحن نسمع منذ أيام الانتخابات ولحد الآن أنه يراد هناك فتنة داخلية واقتتال شيعي، فهذه ربما كانت مناسبة دسمة لدس السم في العسل. ولذلك السيد الصدر استباقا، أعتقد هذا تحليل الشخصي ليس معلومة،
انه ربما وصلت معلومات انه هناك من يريد ان يكيل بمكيالين ويستغل مثل هذه التظاهرات الكبيره. لا ننسى انه هناك الطرف الاخر اعتصامات للاطار التنسيقي، والايادي الخبيثه ربما تفعل اي شيء، وشراره واحده تكفي لحرق كل شيء في بغداد. يعني هذا الموضوع خطير جدا، لذلك يعني هذا موضوع تأجيل التظاهرات أعتقد قرار سليم وفي محله، خصوصا مع التحركات السياسية الدؤوبة يعني على أكثر من لكن مستوى. لكن كانت هناك تظاهرات، يعني الطرفين خرجا الإطار والتيار قبل يمكن الأسبوع الفائت، ما حصلت لا صدامات ولا أي شيء من هذا القبيل. ماكو تفسير اخر ل يعني عدول السيد الصدر عن هذه التظاهره؟ ممكن ان تكون هناك تفاهمات يعني خفيه، او هناك يعني حوارات باختصار يعني ربما هناك حل للامور. يعني جوله السيد العامري الجميع يتفاعل بهذه الجوله وهذه الشخصيه، يعني شخصيه مقبوله من كل الاطراف، سواء الاطراف الشيعيه اطراف المكونات السياسيه الاخرى، ونتائج مباحثاته مع الاخوه السنه والاخوه الكرد طيبه لحد الان، النتائج جيدة. بقي أن يتوج هذا اللقاء مع السيد الصدر حتى الخروج بحلول منطقية، ولا لا يمكن أن يبقى الشارع هكذا. يعني الإطار معتصم من جهة والتيار من جهة والدولة متوقفة حاليا، توجد فقط حكومة تصريف أعمال هي تدير الأعمال، البرلمان معطل بحكم أن الاعتصامات هو داخل قبة البرلمان، والسيد رئيس البرلمان أجل جلسات البرلمان إلى شأن آخر. رئيس الجمهورية أيضا يعني مكلف ايضا بتصريف الاعمال الى حين انتخاب رئيس جمهوريه جديد. لذلك يعني فعليا موجود على الارض هو حكومه تصريف اعمال فقط، هي التي تدير اعمال الدوله. لذلك يعني اعتقد الكتل السياسيه بدات تدرك انه حل الشارع ليس هو الحل الاخير، يجب ان يكون هناك طاوله حوار، الخروج بحلول دستوريه ومقبوله. يعني نعم، هل الحوار من خيارات التيار؟ يعني التيار ممكن يذهب الى الحوار؟ نعم، يعني ليس اجبارا وانما اختيارا، لان هذا الطريق الوحيد. يعني اكيد مستشاري السيد الصدر يشيرون عليه انه الحلول لا تاتي الا عبر بوابه البرلمان، يعني لا يمكن لا لرئيس الجمهوريه ولا لرئيس الوزراء ولا لمجلس القضاء حتى يعني ان يحل البرلمان والذهاب للانتخابات. هناك يعني ابواب دستوريه حددها الدستور، واعتقد يعني التيار بالفعل اذا في نيه التيار للحوار، لماذا يضع هذه الشروط؟ يعني الشروط حتى في الحوار يضع شروط على الطرف الاخر، تحديدا الاطار بهذا الحوار، وهو على علم بان الاطار لن يذهب بهذه الشروط. يعني استاذ زينب، يعني دائما بالمفاوضات السياسيه العسكريه الاقتصاديه يبدا السقف العالي بالمطالب، ثم بعد ذلك تاتي يعني التنازلات والتفاوضات والتفاهمات. بس هذا بالعكس يعني صار ويا السيد الصدر، يعني لا بالعكس، لا بالعكس، يعني صعب السيد التيار صعب. لا يعني خلي شوي نرجع نستذكر. في البدايه كان تغيير النظام باكمله والذهاب الى نظام جديد ورئاسي، ثم بعد ذلك ذهبنا الى انتخابات مبكره، ذهبنا الى حل البرلمان والذهاب الى الانتخابات، بعدها انتقلنا الى طلب من المحكمه الاتحاديه ورئيس الجمهوريه ان يحددوا موعد الانتخابات بعد حل البرلمان. اذا شيئا فشيئا نقترب من حل باتجاه المؤسسات. طبعا. عندما يطلب السيد الصدر من مؤسستين معنيتين بالدستور اللي هي المحكمه الاتحاديه ورئاسه الجمهوريه باعتبار حاب الدستور، اذا نحن نقترب من الحل الدستوري او الحل المنطقي للازمه. يعني نريد الذهاب للانتخابات، نعم، ولكن من اي باب نذهب للانتخابات؟ تحت اي مسوغ قانوني؟ من هي الجهه المخوله بهذا الموضوع؟ اذا نحن نقترب شيئا فشيئا بالذهاب الى الابواب التي حددها الدستور بحل البرلمان او الذهاب للانتخابات. وربما قد لا نحتاج، اذا حصل عقد سياسي قد تحصل تفاهمات سياسيه وتذهب الامور. نجي على يعني نبقى بموضوع التفاهمات السياسيه وشكل التفاهمات والاليات، اليه التفاهم بين القوى السياسيه بعد ان يعني تحول الدكتور حيدر حميد عذرا للاطار. الاستضافه والشكر موصول ايضا للضيف الكريم استاذ يونس. الله يحييك دكتور. كل مشاهدي قناه الايام. احنا طولنا عليك، جاتك بسؤال مهم استاذ حيدر. يعني الاطار ماضي بمسألة تشكيل الحكومة والسياقات الدستورية والحوارات وشركاء يتحاور معهم ويصرح علنا بأنه ماضي بتشكيل الحكومة.
بالمقابل الإطار يعني يعلن وحتى يخاطب المحكمة الاتحادية رئيس الجمهورية بحل البرلمان. لماذا تزج يعني مؤسسات قضائية مثل الاتحادية بقضايا سياسية؟ وهل قادرة فعلا الاتحادية اليوم على حسم هذا الموضوع؟ يعني في الواقع استخدام القضاء أو في الصراعات السياسية وليس بجديد، سبق وأن استخدم الإطار التنسيقي هذا الأمر، يعني استخدام الأدوات القانونية في الصراع السياسي، وحصل الإطار التنسيقي على قرار من المحكمة الاتحادية ما يتعلق باستبعاد السيد هوشيار زيباري من ترشيح لرئاسة الجمهورية، وفي نفس الوقت من قرار المحكمة الاتحادية بانعقاد نصاب رئيس الجمهورية بأغلبية أو نصاب تحقق الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية. أعتقد أن السيد الصدر يذهب إلى نفس المنحى الذي ذهب إليه الإطار التنسيقي، وهذا خيار جيد باعتبار خيار قانوني ودستوري أنه يذهب إلى المحكمة الاتحادية للشكوى ضد الرئاسات الثلاثة بعدم إداء واجباتها وعدم تنفيذ الاستحقاقات ما يتعلق بتشكيل حكومة وأيضا انتخاب رئيس الجمهورية، باعتبار أن البرلمان قد قصر في إداء مهامه، ومن ثم المحكمة الاتحادية هي المعنية وليس مجلس القضاء. مجلس القضاء لا يبت في هكذا قضايا، المحكمة الاتحادية التي تخص في فضل النزاعات وما يتعلق بالاختلاف حول تفسير الدستور، الخلاف ما بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، وعلينا أن ننتظر نتائج المحكمة الاتحادية بهذا الشأن. الخلافات السياسية أعتقد بلغت ذروتها ما بين الطرفين الإطار التنسيق والكتلة الصدرية وبلغت مداها، وبالتالي أعتقد لن يستطيع الإطار التنسيقي المضمون بتحقيق الاستحقاقات الدستورية القادمة إذا لم يكن هنالك تفاهما مع الإطار التنسيقي، وبالعكس لن يستطيع الإطار التنسيقي على الرغم من أنه يقود هذا التظاهرات والاحتجاجات، لأنه التيار الصدري لم يبقى له شيئا يستخدمه غير الجمهور، يعني هو خرج من البرلمان العراقي، وبالتالي الجمهور هو السلاح المتوفر أو الأدوات التي يمكن أن يستخدمها ويجيدها التيار الصدري. هذا أيضا غير قادر، يعني الطرفين غير قادرين على تحقيق ما يصبو إليهما. صحيح أن هنالك استحقاقات دستورية، هنالك انتخاب لرئيس جمهورية، هنالك حكومة تصريف أعلام ثم رئيس جمهورية يكلف، لكن في ظل الأزمة السياسية واحتدامها ووصولها إلى مراحل قوية ما بين الطرفين، أعتقد من الصعب على الطرفين إلا إذا كان هنالك اتفاقا سياسيا وليس وفق الدستور. الآن الاتفاق السياسي هو الذي يحل هكذا أزمات، وبالتالي نجد لها مخرجا دستوريا، لأن استمرار الأزمة، نفترض أن الإطار التنسيقي ذهب إلى تشكيل حكومة وفق الاستحقاقات الدستورية، كيف ستستطيع هذه الحكومة أن تؤدي واجباتها في ظل شارع ملتهب؟ هل تنتهي الحكومة بمواجهة التيار الصدري أم تذهب إلى تحقيق ما وعدت إليه الشارع العراقي بتشكيل حكومة خدمات وطنية؟ لا يعني هذا ما نسمعه اليوم في الإعلام بأن ربما ستعقد جلسة يعني خارج المنطقة الخضراء في أي منطقة قانونيا الخضراء. يسمح للإطار يعني وفق القانون يسمح لكن إذا لم يكن اتفاقا سياسيا، خصوصا أن الكرد والسنة لا أعتقد أن يجازفوا بالذهاب إلى عقد جلسة بدون أن يكون هنا كاتفاق مع الإطار التنسيقي مع التيار الصدري، لسبب ما، لأنهم سبقوا وأن ذهب السنة والكرد عندما كان التحالف الثلاثي مع التيار الصدري اعتبروا من قبل الإطار التنسيقي بأنهم شقوا البيت الشيعي، وبالتالي أيضا أعتقد أن السنة والكرد قد أدركوا اللعبة وهم يترقبون المشهد، ويمكن موقفهم المراقب أكثر من ما من غير ذلك، فهم ينتظرون أن تكون هنالك تسوية سياسية ويدفعون بهذا الاتجاه بين الأطراف من أجل الذهاب إلى الاستحقاقات القادمة. زين الإجابة الدستورية من الجهات اللي خاطبها السيد الصدر الاتحادية أو القضاء، يعني شنو ممكن تكون الإجابة؟ إحنا طلعنا الإجابات بالإعلام وتحدثنا عنه. الإعلام هذا مال مجلس القضاء. إنه الحل مجلس النواب هو بيده. السلطة الاتحادية تختلف. هي التي تفصل في هذه الأمور. وحتى أن أقرت السلطة الاتحادية فإن ذلك سوف يذهب إلى الحل في داخل البرلمان، لكن يصبح هنالك قرارا ملزما من المحكمة الاتحادية إذا ما اتخذت هذا القرار. من الصعب جدا على أي حتى المحامين والقضاة والمفسرين للدستور يقولون أن من الصعب التكهن بقرارات المحكمة الاتحادية. علينا أن ننتظر قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن.
الحل الأزمة السياسية واتفاق سياسي وفق خارطة واضحة المعالم تحدد توقيتات دستورية بشأن حل البرلمان وإجراء انتخابات، وفي نفس الوقت شكل الحكومة التي سوف تشكل في المرحلة القادمة. أستاذ يونس، التزمت يعني في قرارات التيار السيد الصدر تحديدا واضح جدا، دليل حتى من كانت إجابة من القضاء، يعني لحد الآن المحكمة الاتحادية ما انطت إجابة مو تمام، فقط القضاء، حتى من جاء الإجابة من القضاء مباشرة هناك يعني جاءت هجمة على القضاء واتهم القضاء، يعني حتى منذ بداية العملية السياسية إلى اليوم هو يتصرف بشكل غير دستوري، يقفز على الدستور ويقفز على المواد القانونية، هكذا اتهمه من قبل التيار. يعني اليوم لغة الحوار اللي نتحدث عنها ومحاولة إيجاد التوافقية أصبحت غير ممكنة إذا احنا حتى القضاء ذهبنا بالطعن به. يعني المواقف تجاه القضاء يعني نشبه حتى بالقضاء العادية، يعني هناك متخاصمين أمام القاضي، بالتأكيد من يكون الحكم لصالحه سيمدح حال المحكمة والقاضي، وإذا كان القرار ضد هذا الموكل ما حصل أي اتهام يعني بالفترة السابقة مثل هذه المرة، يعني بالعكس كان هناك مديح. لا ننسى أنه بالقرار الأول المحكمة الاتحادية برد دعوى الإطار الأولى والثانية والثالثة، يمكن ثلاث دعاوي برد قرار الطعن بالنتائج الانتخابات، امتدحت القضاء والمحكمة الاتحادية وقالوا هذا حتى من قبل الإطار، يعني على حتى كان هو خاسر، لكن بالنهاية هو يعني الطعن الثاني اللي أتى للمحكمة الاتحادية هو من قبل الإخوة الكرد بعد استبعاد السيد هوشا زيباري، اتهمت المحكمة بأنها مسيسة وأن القضاة بعثيين، وهذا يعني كان موضوع علني باعتبار أن القرار لم يأتي في صالح الاتحاد الحزب الديمقراطي الكردستاني، فحدث هجوم مباشر على القضاء والمحكمة الاتحادية خصوصا. المحكمة الاتحادية والقضاء خارج المعادلة السياسية، يعني مع أنه كثرة الاتهامات، ولكن اللي يتتبع هاي القرارات يلاحظ أنه محكمة يعني تنظر في النصوص الدستورية وتعطي رأيها القانوني، باعتبار هؤلاء القضاة أولا من كل مكونات الشعب العراقي ومن خيرة القضاة واختيروا وصوت عليهم داخل مجلس النواب، وبالتالي لا يجوز الطعن في هذا الجمع الخير من هؤلاء القضاة، باعتبار انه فوضنا هؤلاء بحكم القانون انه يكونون خصم يعني حكما في القضايا المختلف عليها ويعطون رايهم القانوني من خلال خبرتهم الطويله. يعني هذا قضاة ليسوا يعني جديدين في سلك القضاء، اعتياد اختاروا من اهل الخبره اهل الاختصاص، البعض يحمل شهادات عليا في القانون ولديهم سمعه دوليه. لا ننسى انه مجلس يعني المحكمة الاتحادية في كل دول العالم حتى بناياتها تكون بنوع من الفخامة ونوع من الهيبة، بحيث تمثل أعلى سلطة تفصل في حتى بين المتخاصمين. لا ننسى مثل زعيم الفتح وقف يعني في دكة المحكمة الاتحادية حال أي مواطن عادي، فلاحظ يعني مستوى هيبة المحكمة الاتحادية. فالطعن في هذه المحكمة لن يبقي يعني وسيط حتى نحتكم إليه، يعني ليس لدينا إلا القضاء والدستور. الدستور باعتبار أنه أكثرية الشعب العراقي صوتت على هذا الدستور رغم الاعتراضات والنقاط التي فيه، ولكن هذا الدستور هو الذي يحكم البلاد من 2005 ولحد الآن، والقضاء هو الجهة التي نحتكم إليها في حال الخلافات. إذا سقطنا هاي المفهومين أو هاي الثوابت، إذا لا يبقى إلا منطق القوة، القوي هو يفرض سيطرته على الآخرين، وهذا شيء غير منطقي في الحياة الديمقراطية. يجب أن تكون هناك ثوابت، هناك مراجع سياسية ودستورية يتم الرجوع إليها. لذلك يعني أنا أرى في تغذية السيد الصدر وقلتها أكثر من مرة أنها خطوة بالاتجاه الصحيح، أنه الذهاب إلى المؤسسات الدستورية لتعطي رأيها في قضية حل البرلمان وإجراء انتخابات. بالتأكيد يعني رأي المحكمة الاتحادية ورأي استبق الأمر أنه سيرجعون إلى المادة 64 بالدستور، أن هناك طريقين لحل البرلمان والذهاب للانتخابات، أما بتقديم طلب من ثلث أعضاء البرلمان ويتم التصويت بالأغلبية البسيطة، أو تقديم طلب من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مجتمعا وأيضا يرجع للبرلمان. المواد معروفة، ليش تجاهلوها أستاذ؟ يعني على الأقل يعني التيار ما يعرف هاي المواد الدستورية، ليش تتجاهلها؟ لا يعرف، بس الخروج من الحرج، اليوم جمهوره يعني موجود بالشارع وفي حالة
يعني خروج من الحرج على حساب مواد السورية يعني؟ لا لا يعني احنا نرجع لنفس ما قلت لك، المسارات واللي بتتبع يعني المسار التظاهرات من صلاة الجمعة الأولى إلى الآن، أنه العودة شيء فشيء إلى السياقات الدستورية، المطالبات شيء والتطبيق شيء آخر. أنا كل يعني هواي كتل سياسية من 2005 لحد الآن معترضة بالشارع في كل الحكومات على طول الخط، لا أذكر يعني التفاصيل، ولكن أي حكومة تجي أي برلمان يجي هم معترضين، يعني موجودين. أنا عندي اعتراضات على شكل النظام السياسي، عندي اعتراضات يعني مثلا جماعة الملكية يريدوا يرجعون إلى الملكية، وعندهم يعني حزب مرخص وعندهم مؤسسات نظامية وعندهم أحزاب، ولكن يعني مو بالشرط انه ترجع الملكيه للعراق، يعني هذا توجه مشروع بالنتيجه. احنا الجماعات القوميين يؤمنون بالقوميه العربيه والعلى القوميه والعربية. استاذ حيدر، يعني هذا ترى الانقسام السياسي الحاصل اليوم مو هذا مو الانقسام الاول، يعني ليش صرنا ما انقسموا في فترات، يعني وحتى هذه اللحظه ما عم يعني يعانون من الانقسام، ليش الكرد ما انقسموا؟ يعني صح اليوم الانقسام صاير في فئه مكوناتيه اغلب تمثل الاغلبيه للشعب العراقي، لكن هذا مو الانقسام الاول، ليش صعوبه التوافق اليوم وايجاد حلول توافقيه صفقات؟ يعني احنا يعني الاطراف السياسيه شنو ما كان بيناتها صفقات خلال خلافات سابقه، ليش اليوم ما نقدر لا حوارات ولا تفاهمات ولا صفقات تصير؟ للاسف يعني وصلنا الى مرحله من انقسام شديده خصوصا داخل البيت الشيعي، يعني اعتبر البيت الشيعي هو البيت الاكبر او الاخ الاكبر للعمليه السياسيه، والمنصب الاهم في النظام السياسي العراقي هو رئاسه الجمهوريه. الخلافات داخل البيوت الأخرى يعني البيت السني أو الكردي هي خلافات حول المناصب حول المغانم، يعني الخلاف ما بين العزم والسيادة هو ليست خلافات بنيوية وإنما بخلافات حول الاستحقاقات وحول السيطرة والنفوذ. في نفس الوقت الكرد الخلاف حول جزئيات بسيطة هي ما يتعلق بمنصب رئاسة الجمهورية، وأيضا بعض الخلافات الداخلية ما يتعلق بإدارة الإقليم. الخلافات داخل البيت الشيعي تجذرت وتعمقت وأصبحت في ذروتها في الوقت الحاضر، لأن السيد مقتدى الصدر بعد انتخابات بعد انتفاضة تشرين أدرك المتغيرات السياسية التي حصلت في البلاد. بمعنى آخر نحن أمام تقاطع مشروعين سياسيين، المشروع الذي تبناه الإطار التنسيقي المتمثل بالعودة للأصول والآليات التي حكمت العرف السياسي منذ 2003 وحتى الوقت الحاضر بالتوافق، والسيد مقتدى الصدر الذي بدأ ينادي بمشروع الأغلبية الوطنية. عندما وجد السيد مقتدى الصدر أن مشروع الأغلبية الوطنية لم يستطع تحقيقه في داخل مجلس وفق الأطر الدستورية بتحقيق نصاب ثلثي حضور أعضاء مجلس النواب بسبب الثلث الضامن، اضطر أن يخرج خارج المؤسسة التشريعية البرلمان ومن معادلة تشكيل الحكومة. أعتقد خروجه هو ليس خروجه من العملية السياسية وإنما ذهب إلى المعارضة الشعبية، وهو يسعى في هذه المرحلة أن يحقق مشروع الأغلبية السياسية من جديد من خارج الأطر البرلمان، يعني أو السياقات تشكيل الحكومة أيضا من المعارضة من الشارع. ولذلك هو يفرض الآن مشروع أو يتبنى موضوع حل البرلمان على أمل إجراء انتخابات مبكرة حسب هم حساباتهم، يعني والحصول على عدد أكبر من المقاعد بالتحالف مع حلفائهم في إنقاذ وطن السيادة والبارتي على أمل أن يتجاوز عدد المقاعد في حساباتهم لتجاوز 200 مقعد، مع حساب بالضغط بعدم إجراء تغييرات جذرية في موضوع قانون الانتخابات. يعني يطالبون بأن يكون التغيير في قانون انتخابات وفق ما نصت عليه المحكمة الاتحادية، لا أن يعود تغييره جزء كليا بما يناسب الأحزاب السياسية أو الكتل، وفي نفس الوقت أيضا خلاف حول المفوضية، وبالتالي هنالك تقاطع بين مشروعين. إضافة إلى أن هنالك ربما قد من يقول أن ما بعض شخصيات الإطار
هناك خلاف بالرؤية أو المنهج، لكن يبدو أن هناك وضن خلافات. يعني هذا الانقسام فقط بين مكون واحد على موجود في داخل المكون السني وداخل الكردي، لكن ليس شو مشاركتهم اليوم، يعني كيف ينظرون إلى شريكهم الطرف الشيعي اليوم في هذا الانقسام والخلاف؟ هم 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 متخوفين. متخوفين شنو؟ من طبيعة الصراع في داخل البيت الشيعي. يعني جربوا في المرة السابقة عندما اصطفوا مع التيار الصدري في انقاذ وطن واتهموا من قبل الاطار بانهم بشق البيت الشيعي. الان لا يريدون ان يكررون نفس الكره من جديد، ان يصطفوا مع الاطار التنسيقي ضد التيار الصدري، لان يدركون ان اللعبه بالمستقبل ممكن ان تتغير. ولذلك هم اوصف من يقول انهم واقفين على التيل يراقبون المشهد، او انهم يحاولون خصوصا بعد زياره السيد هذا العامري، وربما هنالك بعض التسريبات ان ربما طلب من السيد مسعود البرزاني التدخل مع السيد مقتدى الصدر من اجل لا ماكو تغيير في النهج. يعني هسه على الاقل تيار بكل هذه الزوبعه اللي خلقها هو يعني يسعى الى تغيير نهج سياسي. طبعا القوى السياسيه الاخرى يعني يوالمها هذا النهج السياسي اللي يريده السيد الصدر. هم القوى السياسيه الاخرى تذهب مع مصالحها، يعتقدون سابقا بالنسبه للتحالف السياده على سبيل المثال والكورد البارتي ان السيد مقتدى الصدر قادر او انهم يثقون به بما يتعلق بتنفيذ مطالبهم. يعني عندما تشكل حكومه الاغلبيه الوطنيه السيد مقتدى الصدر سوف يقبل بشروطهم وينفذ مطالبهم. بصراحه هم مترددين ومتخوفين من الاطار التنسيقي، خصوصا اذا ما ذهب السيد بالتحالف مثلا سياده مع الاطار التنسيقي يخشى على سبيل المثال السيد الحلبوسي من أن يقال من منصبه مستقبلا على سبيل المثال، ويخشى البارتي مستقبلا من أنه لن تنفذ مطالبه، وبالتالي هنالك يعني أزمة ثقة بين أطراف إلى أن يحصل على ضمانات من قبل أي طرف. القوى هم يعتقدون أن التيار الصدر أكثر ضامن لتحقيق مصالحهم، لكن الآن هم الآن أمام خيار مجبر، مو خيار إجبار، وإنما طبيعة اللعبة السياسية تطلبت أن يكون هم جزءا من معادلة تشكيل الحكومة في المرحلة الحالية. وجود الأزمة مع ليش يصورون تيار الصدري أنه أكثر ضامن أنهم هم يقولون نحن جربنا الحكومات السابقة جربنا الحكومات السابقة والاتفاقيات ولم نحصل على شيء. يعتقدون هم يعتقدون أنه السيد مقتدى الصدر ضامن لمصالحهم وشروطهم اكثر من اطار التنسيق. اعتقاد يعني مو من باب التجربه مع هم اعتقاد جربوا بالحكومات السابقه ما حصلوا شيء. الاكراد لا حصلوا الماده 140 والبارتي خسر منصب رئاسه الجمهوريه والاكراد العفو والتحالف السياده لم يحصل على المطالب المعروفه له، وبالتالي هم يعتقدون ان وجودهم مع التيار الصدري اكثر ضامن لتحقيق مصالح. تمام أستاذ يونس، يعني حل البرلمان إجراء انتخابات جديدة وهذه المطالبات من قبل التيار، طبعا حتى حل البرلمان كل القوى السياسية ما عندها مشكلة بحل البرلمان، حتى الإطار هو يقول أنا حل البرلمان لكن وفق السياقات الدستورية والقانونية ماكو إشكالية بالموضوع، لكن هذا مو مجازفة إذا ما حلينا البرلمان اليوم وذهبنا إلى انتخابات مبكرة أو أبكر. مجازفة للقوى السياسية أجمع اليوم، من يقول الشارع اليوم راح يذهب الى الانتخابات، ممكن تكون هناك يعني ظروف الشارع مهيئه لاجراء انتخابات. نعم، يعني مبدئيا الذهاب الى الانتخابات وحل البرلمانات حاله طبيعيه في الانظمه الديمقراطيه. دائما اقول جاء الكويت في هذه السنه حلت البرلمان مرتين. كثير من الدول يعني عندما تلجا الى تحل البرلمان وتذهب الى الانتخابات. الذهاب الى الانتخابات ليس سبه بحد ذاته، ولكن ظروف اجراء الانتخابات في اوضاع متوتره بالتاكيد، استقطابات واضحه اليوم بالشارع العراقي، الانقسامات داخل المكونات موجوده. هناك نقطتين مهمه، اولا لا زال العزوف عن العمليه السياسيه، يعني 60% من الشعب العراقي لم يشارك بالانتخابات السابقه، وهي النسبه احتمال تزيد في ظل هذا الوضع والاحتقان والتقاطع السياسي. من كان لديه رغبه في الذهاب الى الانتخابات والمشاركه في العمليه السياسيه ربما الانتخابات القادمة بهذه المعطيات وهذه النتائج الانتخابات ربما لن يذهب. هذا جانب. جانب آخر، نحن أغفلنا عراقي الخارج، لم ندخلهم في مادة الانتخابات السابقة، وربما في هذه الانتخابات يقول نحن لم نملك الحق في
في الدخول بالانتخابات، وهذا قد يغير المعادلة. يعني اليوم المعادلة قانون الانتخابات الحالي قائم على الدوائر المتعددة، وكل نرتب وضعه حسب القضاء أو حسب الناحية والعشيرة وهذه الترتيبات. العراقيون الخارج كثير يعني اليوم العراقيين موجودين بالخارج، وهذا ممكن أن يغير الأرقام والمعادلات الانتخابية. ولكن قانون الانتخاب الحالي يعني نعم أكو قرار ملزم للمحكمة الاتحادية بتعديل فقرات بعض الفقرات في قانون الانتخابات وإلغاء العدل الفوزي الإلكتروني، هذا اللي كان يعني باعتراضات كبيرة من كثير من الكتل السياسية، كان لديها اعتراضات وطعون في المحكمة الاتحادية بسبب العدوى الفوزي الإلكتروني، لأن كثير من الأصوات استبعدت، وبالنتيجة يعني الإطار التنسيقي يقول من حسب أرقام المفوضية من مليونين ما تعدى المليونين صوت لم نحصل على مقاعد التي تؤهل بهذه الأصوات. يعني هناك أصوات ولكن نظام الاحتساب الإلكتروني أضاع الكثير من هذه الأصوات أو جعلها باطلة. إذا الانتخابات واردة ولكن كل بشروطه. الإطار التنسيقي طبعا مو مسلم الأمور بالأخير، يعني اليوم هو يقود العملية السياسية، ووضع هناك أربع شروط أعتقد يعني على عجالة إذا ما تسحبت الذاكرة، أنه أولا يعني عقد جلسة للبرلمان، يعني يجب أن يكون عن طريق البرلمان، لا يوجد طريق آخر، إذا يجب أن يعود البرلمان إلى الانعقاد مبدئيا. ثانيا تشكيل حكومة، يعني هذه الانتخابات تحتاج إلى حكومة ولديها ميزانية وحتى تستطيع الإشراف وإدارة العملية الانتخابية. القضية الثالثة هي تعديل المفوضية، يعني كان هناك هواي نقاط اختلاف على المفوضية وتركيبة هذه المفوضية. والشيء الأخير هو التغيير في قانون الانتخابات، يجب أن تكون هناك تعديلات، لأن بهذا القانون ستأتي نفس التشكيلة اللي حالية، يعني ما سوينا شيء. كل هذه الأمور هذه الشروط اللي وضعها الإطار هي تصعب على التيار، باعتبار التيار هو متمسك بمفوضية الانتخابات الحالية يعني بشخوصها، وأيضا متمسك حتى بالقانون. لا ما احنا قلنا المطالب تبدي عالية السقوف، ولكن الواقع يفرض حاله. يعني أنت اليوم حتريد حتى أروح للانتخابات ليس بشروطك فقط، شروطك وشروطي. نعم نتفاوض نذهب إلى منطقة حل وسط، بعض الشروط يتنازل عنها مقابل تنازلك عن بعض الشروط، ربما نتنازل مثلا عن مفوضية الانتخابات ولكن مقابل تغيير قانون الانتخابات، إشراك مثلا عراقي الخارج بالانتخابات، وهذا حق دستوري أن المواطن من حقه أن ينتخب سواء بالداخل أو بالخارج. القضايا الأخرى عبر حكومة منتخبة، يعني لا يجوز حكومة تصريف أعمال أن تدير انتخابات ستكون مفصلية، ربما هي ستكون هي الحل الفاصل بين الوضع الحالي والوضع القادم. وهذا إيش قد نحتاج من الوقت أستاذ؟ لا بالتأكيد من سنة إلى سنتين، من سنة إلى سنتين من تشكيل حكومة. يعني مسألة لا ننسى أنه بس تحديث البيانات وإعدادات اللوجستية للمفوضة الانتخابات في وقتها أخذت بحدود 6 أشهر. توفير الأموال، يعني لا توجد موازنة، الانتخابات تحتاج إلى ما يقل عن 600 مليون دولار حتى تجرى الانتخابات. قضايا الإدارية والقضايا اللوجستية وأيضا تهيئة القاعدة الشعبية للانتخابات، يعني حتى اليوم نعرف يعني على الأقل استبيانات أنه إيش قد راح يشاركون بالانتخابات، يعني الشارع مستعد اليوم يروح للانتخابات. نايك عن نقطة أشارها الدكتور وهي نقطة مهمة، أنه شركاء الوطن مستعدين يروحون للانتخابات، لأن المكونات الأخرى قد لا يروق الذهاب إلى الانتخابات، وبالتالي حتى أن انعقد البرلمان ربما لن يصوت بنصف زائد واحد لتغيير يعني حل البرلمان والذهاب إلى الانتخابات. تمام أستاذ حيدر، يعني على الرغم أنه مسألة مفردة الحوار يعني في قاموس السيد الصدر، قل أنا ما أتحاور مع خصومي، على الاقل يعني تحدث عن الاطار، طبعا خصومه ما اشار الى طرف اخر، حوار ماكو بيناتهم، لكن وفق ما ذكره استاذ يونس لابد من ايجاد حلول وتفاهمات واليه للخروج من هذا الانسداد والمازق السياسي. اذا ما حدث هذا على الاقل احتمال انه السيد الصدر يوكل شخص ما باداره هذا الحوار والخروج بتفاهمات. ممكن تشكل حكومة جديدة، راح نبقى على شخصية سيد الكاظمي كإرضاء للطرف الإطار التيار عفوا، أم سيطرح اسم من قبل الإطار بالفعل لإدارة المرحلة المقبلة؟ لم يكن أي حل ميسر إذا ما يكون هناك اتفاق سياسي.
يعني حتى مواقف السيد مقتدى الصدر المتشدد الاتجاه هو يقول انا سبق وان جربت حسب وجهة نظره وتفاوضنا واتفقنا ومن ثم اخلفوا، ولذلك نحتاج الى شخص ضامن او شغل وسيط. واعتقد ان السيد هذا العامري هو شخص مقبول داخل اطار، مقبول داخل القوى خارج الاطار، يعني التيار الصدري السنه الكرد ممكن ان يلعب هذا الدور في المرحله القادمه. واعتقد اي دور يلعب يعني اذا كانت هنالك تتحقق زياره يعني الحنان فقط لدور المفاوضه شنو يلعب اي دور؟ يعني يمثل اطار في التفاوض، يكون الامم المتحده ضامنه لعمليه اي اتفاق سياسي يحصل، لانه بدون اتفاق سياسي وخارطه الطريق لاداره المرحله القادمه لا يمكن حل الازمه. السبب الرئيسي ايضا الاخر ان السيد مقتدى الصدر لا يثق بحكومه يشكلها الاطار، لان يقول اذا شك اذا ذهبنا للاستحقاق الدستوري ويجب ان تعقد الجلسه ويصبح هنالك انتخاب لرئيس الجمهوريه، طبعا الاكراد ليس محاسبين موضوع رئاسه الجمهوريه، فبالتالي كيف تعقد الجلسه؟ هذه نقطه. ورشح رئاسه الوزراء، من يضمن ان سوف يتم الاتفاق على حل مجلس النواب؟ هو نانا السيد العامري ممكن يكون ضامن؟ من يضمن؟ اذا كان زين وبالتالي ثانيا من هو الشخص الذي سيقود المرحله القادمه؟ ممكن السيد العامري اذا كانت هاي الثقه كلها ممكن السيد العامري او شخص اخر ممكن ان يرشح يقبل بالاطار ويقبل السيد مقتدى الصدر تنفرج الازمه. يعني شخص يكون بس هذا من يعتبره تصدع بالاطار اذا السيد العامري يتوجه بهذه التحركات نحو التيار؟ بالعكس، لماذا يعتبر ما هذا ما يعتبر تصدع بالاطار؟ رجل مخول يعني رجل مخول وشخصيه مقبوله من كل الاطراف وموثوقه من كل الاطراف، والسيد الصدر يعني يعتبر من نحسن الظن بهم، وداخل الاطار يعتبر شيخ الى اي الإطار. درجه يحسن الظن بالسيد العامري؟ ودرجه انه لحد هذا الوقت الى ابعد الحدود هو لما لا؟ ممكن شخصيه اخرى مقبوله. المرحله الانتقال، شوف المرحله القادمه يجب ان تكون شخصيه لاداره المرحله القادمه، اذا ما اجرى على اتفاق يجب ان يكون شخصيه محايده قدر الاستطاع ما بين الاطراف السياسيه. لماذا يكون محايدا؟ لكي لا نقول ان الكاظمي الان محسوب على التيار الصدري ويخسر الاطار ويقول انتخابات مزوره، والعكس ايضا ياتي رئيسا وزراء مقرب الى الاطار التنسيقي ويخسر الاطار التيار الصدري ويقول انتخابات مزوره. الشخصيه المستقله في اداره المرحله القادمه والمرضي عنها من قبل الطرفين هو احد الخيارات المناسبه لإدارة المرحلة القادمة ولتجاوز هذه الأزمة السياسية مع ضمانات وخارطة الطريق لموضوع إجراء الانتخابات. غير ذلك لا أعتقد أن الطرفين قادرين على تحقيق ما يصبون إليهم، لأنه كما أشرت في بداية حديث إذا سلمنا بمضي بالاستحقاق الدستوري وتشكلت حكومة حتى وانعقدت جلسة خارج البرلمان العفو الحالي يعني في أي مكان ما، زين من يضمن أنه الأطراف الأخرى ستحضر؟ وإن حضرت وكملنا الاستحقاق الدستوري، هل نريد أن نواجه أزمة سياسية بالحكومة التي تأتي تؤدي واجبها لكي تقدم الخدمات للمواطنين، لو نزيد من الأزمة السياسية والاحتقان الشعبي في داخل الشارع العراقي؟ وبالتالي ليس مخرج لنا سوى الاتفاق السياسي على خارطة الطريق للخروج من هذه الأزمة، غير ذلك فإن الأزمة تبقى قائمة. تمام، إذا كانت هذه خارطة الطريق أو هذه يعني خيارات خيار الحوار، إذا كان الحوار جدي بين الأطراف السياسية، ماذا عن اللاعب الدولي؟ هل يتابع هذه الحوارات؟ خصوصا اليوم كان تعليق للسفيرة الأمريكية في بغداد فيما يخص الأزمة الحالية في العراق، يعني حاضر النفس اللاعب الدولي حاضر في العراق يتابع مجريات هذه الأحداث والتشنجات السياسية الحاصلة. هذه الخارطة هل ترضي الطرف الدولي؟ نعم، بالمناسبة الطرف الدولي لم يغادر يوما ما العراق، من 2003 ولحد الآن التدخلات الدولية موجودة، يعني السفارة الأمريكية، السفارة البريطانية، سفارات الدول العربية، يعني واضح علنا، يعني اليوم يتابع القنوات الرسمية وأيضا القنوات الفضائية لهذه الجهات يعرف أنه مدى يعني تدخلها حتى في أبسط الأمور بالداخل العراقي، يعني لذلك النفس الدولي موجود. ولكن اليوم نركز على النفس الذي يريد الحل، يعني الأمم المتحدة ممثلة
بالسيدة بلاس خالد، لديها رحلات مكوكية بين كل الزعماء. يعني يمكن بالأيام الأخيرة زارت معظم الفرقاء والزعماء في شمال العراق، في وسط، في ذهبت إلى النجف، عادت إلى بغداد، واليوم قبل البرنامج كان لقاء مع السيد العامري. يعني أعتقد نقاش حول نتائج انتخابات، يعني نتائج جولة السيد العامري على الزعماء السياسيين. يعني المجتمع الدولي في هذه المرحلة بالذات يبحث عن استقلال العراق. يعني البعض قد يراهن على التظاهرات، ولكن في هذه المرحلة المجتمع الدولي لا يريد أي يعني قلاقل أو اضطراب في الوضع العراقي لأسباب دولية تتعلق بالوضع العالمي، تتعلق بمصادر الطاقة بالعالم. اليوم العراق ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة أوبك. أي اضطراب في الداخل العراقي قد يؤثر على أسواق النفط في أوروبا وفي أمريكا وحتى في آسيا. الوضع الدولي اليوم كله متشنج، لا يسمح الوضع بإضافة بؤرة توتر آخر للوضع الدولي. إذن عوامل كثيرة تتداخل في الشأن العراقي، ولكن يبقى المشكلة هي مشكلة داخلية، مشكلة فرقاء سياسيين، عدم وجود ثقة بالأطراف السياسية فيما بينها، لم تصل إلى اتفاق على شكل المرحلة القادمة، لم يحصل الاتفاق حتى على نتائج الانتخابات. يعني ننسى يعني الافتراق بدأ من نتائج الانتخابات، يعني لم تقبل الأطراف بهذه النتائج وبدأت الخلافات. التحالفات أيضا مثل ما أشار الدكتور أنه على أسس جديدة لم تتعود عليها السياسة العراقية، سياسة الأغلبية، أغلبية وطنية، أغلبية سياسية. هذه في ظل الأعراف السياسية التي جاءت عليها الكتلة السياسية لا تتماشى مع هذه المرحلة، وذلك اصطدم مشروع السيد الصدر بجدار كبير وواسع، ليس الإطار التنسيقي فقط، كتل سياسية أخرى عارضت هذا المشروع، حتى كتل سنية وكتل كردية لم ترغب بالذهاب إلى هذا المنطقة الأغلبية السياسية والأغلبية الوطنية. ذلك المشاريع في العراق مقيدة بوضع داخلي ووضع خارجي. عندما تتفق هذه الإرادات الداخلية والخارجية سنذهب إلى الحل، لأن كل الكتل السياسية بدون استثناء لديها ضغط دولي. هسه من باب العلاقات، من باب أنه هذا الفصيل السياسي مرتبط بهذه الدولة سيناء والدولة صاد، إذن البعد الدولي موجود في الداخل العراقي. ولاحظنا في تظاهرات 2019 كيف كان للبعد الدولي أثر في هذه التظاهرات، ولكن في هذه التظاهرات لا نلاحظ هذا التدخل الدولي في سير التظاهرات. يعني الموضوع لا يشبه بموضوع 2019، الموضوع اليوم مختلف تماما. جمهورين مختلفين لفصيلين سياسيين لديهم اختلاف في الرؤى، في حال اتفاق بين هذين الفرقاء السياسيين هذه التظاهرات ستحل تلقائيا وكل يذهب الى عمليه. تمام. استاذ حيدر اختم معك، يعني اذا كانت يعني الحكمه السياسيه تتطلب انه الخروج بهذه الخارطه اللي ذكرتها حضراتكم، نذهب الى تشكيل حكومه والحكومه تكون يعني توافقيه على الاقل مبدئيا، نذهب الى بر الامان، ومن ثم يعني معالجه باقي الاشكاليات من قانون الانتخابات وغيرها. ماذا عن يعني اشكاليه الكرد في اختيار رئيس الجمهوريه؟ وحتى اللحظه احنا نسمع انه الكرد لم يتفقوا على مساله رئيس اختيار رئيس الجمهوريه، حتى ما قبلوا اصلا يقعدون الى طاوله حوار واحده، يعني بعد عندنا يعني معضله اختيار رئيس الجمهوريه. يمكن اعتقد الازمه اللي حصلت داخل مكون الشيء انطتهم نوع من الفسحه والاريحيه، ولحد الآن لم يحسم هذا النوع، على الرغم من أنهم يصرحون في أكثر من مكان بأنه إذا ما عقدت الجلسة وحلت الإشكالية في داخل البيت الشيعي فإننا سوف نحضر بمرشح واحد إلى داخل مجلس النواب العراقي. ولا أعتقد يعني الأمر لحد الآن محسوم داخل البيت الكردي، ما زالت الخلافات بالتحديد في هذه النقطة لم يحسم ومثيرة للجدل. وبالتالي حتى وإن ذهبنا إلى عقد جلسة لمجلس النواب يجب أن يكون هناك مرشحا لرئاسة الجمهورية لكي يصوت عليه. يعني الكورد البارتي لا يريد أن يكرر سيناريو 2018، وفي نفس الوقت باعتقادي أيضا إطار التنسيقي لا يرغب بتكرار سيناريو 2018 لكي لا يخسر البارتي، وفي نفس الوقت هو حليف لليكتي. وما زالت أيضا الأطراف أحد يرمي الكرة على الآخر، يعني البارتي
ويقول أن المشكلة ليست في داخل البيت الكردي، المشكلة الأساسية في داخل البيت الشيعي، والبيت الشيعي يقول أنه المشكلة أنه الأقراب الأخوة لم يتفقوا على موضوع رئاسة الجمهورية. بالتالي الموضوع معقد من كل الأطراف، لكن كما أشرنا أن الحل اتفاق الأطراف السياسية على خارطة الطريق لوأد الفتنة، وبالتالي هم بيت واحد سواء الإطار أو التيار الصدري، والخلافات تحصل لكن تحلها طاولة الحوار وتجاوز هذه الخلافات. لكن علينا مستقبلا أن نفكر جديا بإعادة رسم أو نهج جديد لإدارة الدولة. أعتقد وفق هذه الصيغة من الصعب جدا مستقبلا إدارة الدولة على هذا النمط، لأن في كل انتخابات سوف تبرز لنا هذه الإشكالية. أستاذ حيدر حميد الباحث في الشأن السياسي، شكرا لحضورك معنا في هذا الساعه. شكرا لك استاذ حيدر. استاذ يونس الكعبي نائب رئيس مركز القمه للدراسات، شكرا لحضورك معنا استاذ يونس. الشكر موصول لكم مشاهدينا على المتابعه، في امان الله.